تسمع عن حاجة اسمها مدن الجيل الرابع؟ أنا ما اسمعش، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. حكومتنا ناوية تحول أو تنشئ 14 مدينة من مدن الجيل الرابع. ده مصطلح عالمي. كل حاجة تبقى في المدينة دي وفق مقاييس ومواصفات معينة. في مدن حديثة منشأة بقى لها سنوات زي مدينة الشيخ زايد، دي مدينة من ضمن مدن الجيل الرابع اللي هيتم تطويرها وتحديثها بشكل يسمح بأنها تنضم إلى مدن الجيل الرابع. كل حاجة فيها بيقول لك لازم تدار وفق مقاييس معينة، يعني مثلا خدمة زي خدمة اللي بتقدمها أقسام الشرطة، هتلاقي أول مجمع شرطي ذكي. ليه؟ اللي بيتم فيه انا هدخل هتعامل بنفسي، مثلا بقولك اول بمجرد دخول مواطن القسم يتم تصويره اوتوماتيكيا، يستمر ذلك طول فترة وجوده حتى مغادرته عبر كاميرات متصلة بمركز المعلومات. عند انتهاء التحقيق وكتابة المحضر يتم ارساله عبر الايميل الى النيابة المختصة، كما يضم فرق القسم فروعا لادارات وزارة الداخلية المختلفة. يعني الاسم هيبقى فيه الامن العام، المباحث، الامن الوطني، النجدة، المرور، بجانب تقديم خدمة اصدار الفيش والتشبيه المميكن، سجل مدني لاصدار جميع انواع الشهادات، كذا ادارات لاستخراج التراخيص المختلفة. متخيل؟ يعني تقريبا الاسم هيبقى نموذج مصغر للوزارة. ده صورة من صور مدن الجيل الرابع، ان الخدمات اللي تقدم فيها تقدم بهذا الشكل. تعالوا ناخد تفاصيل اكتر ونفهم من الاستاذ ياسين سيف الدين، عضو مجلس امناء مدينه الشيخ زايد. مساء الفل استاذ ياسين. مساء الخير استاذ محمد، بشكر حضرتك ويعني احيي من برك اللي دائما بيلمس قضايا المواطن في مختلف المجالات. احنا كمجلس امناء لمدينه الشيخ زايد ممثلين عن المجتمع المدني كسكان ومستثمرين، وبنعبر دايما عن وجهة نظر المواطن من قطني مدينة الشيخ زايد. يعني بنحاول نعمل دايما على تحسين الخدمات بالمدينة وتنمية المجتمع. احنا عندنا شعار شغالين عليه بقالنا فترة، مدينة الشيخ زايد مدينة سعيدة. مدينة الشيخ زايد هي تعتبر درة المجتمعات العمرانية الجديدة، واحنا يعني بنفخر بده. الحمد لله في الفترة الأخيرة كان عندنا مجموعة من الإنجازات اللي بتخفف الأعباء وبتحل كتير من المشكلات حوالين مختلف الخدمات. مؤخرا تم تدشين مكتب للشهر العقاري لتقديم خدمة مميكنة مطورة على مساحة 600 متر، ده ما كانش موجود. وكان عندنا مكتب للشهر العقاري، مكتب صغير كان بيبقى فيه تكدس للمواطنين، وطبعا يعني المواطن اللي كان بيروح محتاج خدمة كان ممكن يقضي اليوم كله في المكتب. الحمد لله الوضع ده اتغير كتير حاليا. مؤخرا تم تدشين اول مجمع زي ما حضرتك اشرت، شرطي ذكي، ده كان بتكلفه 20 مليون جنيه. طبعا يعني هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده ممثله في جهاز المدينه، دائما لا تدخر جهد بصراحه في كل ما يطلب. احنا يعني اي مشكله عندنا في المدينه بيتم طرحها، بيتم ده يعني. طيب استاذ ياسين، يعني ايه مسمى مدن الجيل الرابع؟ هل نوع الخدمات فيها مختلف مثلا بتقدم للمواطن؟ مدن الجيل الرابع او السمارت سيتي هي لازم بتعمل وفق احدث التقنيات، بيبقى عندنا منظومة متطورة في ادارة المدينة، في ادارة الخدمات بيها، في تقديم الخدمة، في السيطرة على الـ يعني كل المرافق، في التواصل مع المواطنين ومع كافة الإدارات الخدمية بالمدينة.
يعني الشيخ زايد ضربت المثل في أول مجمع خدمات شرطي ذكي، زي ما حضرتك أشرت عندنا خدمة متطورة. الخدمة دي المواطن من أول ما بيدخل مقر القسم لغاية لما بيخرج هو أوريدي بيبقى بيتصور بكاميرا هو ورجال الشرطة اللي بيقدموا له الخدمة. ده طبعا يعني بيخلي ان احنا عندنا كنترول، ده بيضمن الدقة وبيضمن السرعة، بيضمن تحسين الأداء، بيضمن لو عندي اي مشكلة بقدر اعرف مين طرف المشكلة وعلى الفور يعني اتدخل واحلها. وده طبعا بيساعد على يعني تسهيل الحياة و تقديم شكل حضاري أفضل للمواطن. يعني كافة الخدمات اللي هيتم تقديمها في مدن الجيل الرابع ومنها مدينة الشيخ زايد هتقدم بشكل مختلف، تكنولوجي أكتر للمواطن وتوفر له الوقت. طبعا يا فندم احنا يعني عانينا على مدى سنوات طويلة، ضيعنا وقت كتير وضيعنا جهد وضيعنا أموال كتير في بيروقراطية وفي يعني دولاب عمل طويل وموظف لموظف. فالنهاردة أي منظومة تقنية جديدة بتوفر علي وقت ومجهود، بتخليني أعمل إحصائيات، بتخليني أقدر أراقب، بتخليني أقدر أتابع بشكل جيد، بتخليني مع المواطن في كل مكان. طيب اشمعنى مدينة الشيخ زايد اختيرت تبقى من مدن الجيل الرابع الذكية؟ يعني احنا الحمد لله من حظنا ان يعني المدينة كانت نواة لحاجات كتيرة، لأفكار كتيرة، بنحاول ان احنا يعني وهيئة المجتمعات الحقيقة بتساعد دايما في ده، ان كتير من الافكار بتحاول تجربها على ارض مدينة الشيخ زايد، بيتم تعميمها بعد كده في كثير من المدن خارج مدينة الشيخ زايد. متى سيتم تركيب الكاميرات في الشوارع؟ احنا بالفعل فندم عندنا منظومة كاميرات متواجدة في معظم شوارع مدينة الشيخ زايد، الشوارع الرئيسية، المحاور والميادين. هتبقى متوصلة بالاسم؟ طبعا يا فندم دي مرتبطة بغرفة العمليات والمعلومات في الاسم، طبعا بيرجعوا لها في حالة حدوث لا قدر الله أي مشكلة أي حادث، بيبقى على طول في ورديات 24 ساعة غرفة مراقبة بتتابع هذه الكاميرات، بتتابع حركة الشارع لو في أي حاجة غير يعني عادية، أي حاجة غريبة لاحظوها طبعا بيتم على الفور. النجدة موجودة بتبتدي تتعامل مع هذا الحدث على الفور. أشكرك أستاذ ياسين سيف الدين، عضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد. عايز أشير أن أنا الأحد